قاسم البدوي رئيس نيابة بيت لحم، أهلا وسهلا بكم. نحن في هذه الساعات التي انتظرناها على مدى أيام وأسابيع سابقة في المسألة الرهيبة والخطيرة أو القضية الخطيرة الرهيبة التي عرفت بقضية المرحومة إسراء غريب، وننتظر بعد أو خلال هذه اللحظات كشف سيادة النائب العام عن ملابسات تلك القضية. تلك القضية أولا دعوني أن أنوه بأن مجتمعنا يرفض تلك القضية ويقف ضدها، ووقف مجتمعنا وقفة بكامل أطيافه بالمناسبة، وقفة يعني نبيلة تجاه هذه القضية، كما يقف دائما وتاريخيا بنبل تجاه القضايا، قضايا الظلم وقضايا العدوان وقضايا وكافة القضايا العدائية. مجتمعنا لا يسمح إلا بالعدل، وكذلك الأمر أود أن أوجه التحية إلى مؤسستنا الرسمية وإلى قيادتنا السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس الذين يتابعون هذه القضية دقيقة بدقيقة. على كل حال لن أطيل، وأود أن أعطي الكلمة لسيادة النائب العام للاستماع إليه وللاستماع إلى الكشفه عن تفاصيل ملابسات هذه القضية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية نؤكد التزامنا بسرية الإجراءات التحقيقية في أي دعوة جزائية تباشرها النيابة العامة صاحبة الاختصاص القانوني بذلك، وبسبب ما أحاط بقضية المرحومة إسراء غريب من اهتمام محلي وإقليمي ودولي، نرى لزوما علينا وتجسيدا لرؤية النيابة العامة بإقامة مجتمع فلسطيني يسوده العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات، مجتمع تحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات. أن نضعكم في حيثيات نتائج التحقيق بالدعوة الجزائية المتعلقة بالمرحومة إسراء غريب، ونؤكد أننا لم نمنع النشر في القضية إيمانا منا بأهمية السلطة الرابعة، فأنتم ركن أساسي في بناء دولتنا المستقلة، ودوركم وأقلامكم الحرة مصانة بالقانون. فيما يتعلق بالإجراءات التي قامت بها النيابة العامة فور إبلاغ النيابة العامة بوصول جثة إلى مستشفى بيت جالة الحكومي بتاريخ 22/8/2019، توجه وكيل النيابة العامة للمستشفى وباشر بإجراء الكشف الظاهر على الجثة، وبسبب الإصابات الظاهرة على الجثة ولوجود شبهة جنائية قرر التحفظ على الجثة المرحومة وإحالتها للطب الشرعي. وعليه كلفت النيابة العامة بهذا الصدد المختص مكانيا وفق القانون الطبيب الشرعي الدكتور أشرف القاضي من أجل إجراء الصفة التشريحية للمرحومة للوقوف على السبب المباشر للوفاة. وعليه قام الطبيب الشرعي باستخراج عينات فحص السموم والتي تم إرسالها لمختبرات الأدلة الجرمية التابع لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، التي نتوجه لهم بالشكر دائما لما يقدموه لنا من عون في مثل هذا النوع من القضايا، وفحص الأنسجة الذي تم إرساله إلى مختبرات مجمع فلسطين الطبي لفحصها.
وبناء على وجود شبهات جنائية باشرت النيابة العامة إجراءاتها بتشكيل فريق تحقيق متخصص مكون من نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص المكاني ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمساندة من الضابطة القضائية زملائنا في جهاز الشرطة، الذي بدأ التحقيق بشكل فوري بكافة الوقائع التي أحاطت بوفاة المغدورة إسراء غريب، وشملت الفترة التي سبقت وفاتها من خلال استدعاء أشخاص لسماع شهاداتهم بداية بعائلتها وصديقاتها وأقربائها وشهادات العاملين في مستشفى الجمعية العربية وفي مستشفى بيت جال الحكومي وغيرهم من الشهود. وكما تم ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر وهواتف تعود لكل شخص ورد اسمه في التحقيق، وتم فحصها من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية والمختبر الجنائي التابع للشرطة، التي استرجعت البيانات المحذوفة من هذه الأجهزة والتي تضمنت بعض الصور والفيديوهات وتسجيلات صوتية للمرحومة إسراء غريب تم الارتكاز عليها من ضمن بينات النيابة العامة. وتضمنت إجراءات النيابة العامة كذلك رصد وتحليل كل ما نشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور وتسجيلات ومقاطع فيديو، وعليه فقد ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة التي جمعتها النيابة العامة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل، وإن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره، والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها المرحومة نتيجة الضرب قبل دخولها للمستشفى. وأيضا ثبت من خلال التحقيقات أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها للعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة، ولكن للأسف بسبب عدم تصريح المرحومة بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له، حيث أفادت الشرطة بأن هذه الإصابات نتيجة سقوطها دون ذكرها لأي اعتداء تعرضت له. للأسف مرة ثانية ثبت للنيابة العامة أن مقطع الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلق بصراخ المرحومة داخل مستشفى بيت جال الحكومي هو ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز 7 ساعات بينهما، حيث تم الحصول على المقطع الأصلي وتحليله وسماع أقوال من قام بتصويره وتسجيله. أثبتت الأدلة والتحقيقات تعرض المغدورة لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها، مما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة. وجاءت نتيجة التقرير الطبي الذي استلمته النيابة العامة بتاريخ 10/9/2019 من قبل الطبيب المكلف بعد استلامه لنتيجة فحوصات السموم من مختبرات الأدلة الجرومية، وفي 4/9/2019 واستلامه قراءة نتائج الشرائح النسيجية من قبل أخصائي علم الأمراض، مفادها أن سبب وفاة المرحومة إسراء غريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المغدورة، والتي تنسجم مع ما تعرضت له المغدورة من ضرب وتعذيب أدى لوفاتها، بما يشكل أركان وعناصر جريمة القتل. وبالنسبة لتقرير الطب الشرعي
الذي تم نشره يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد لكم أننا بدأنا ومنذ الأمس بالتحقيق لمعرفة هوية من قام بالتسريب التقرير كونها جريمة يعاقب عليها القانون، وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بذلك. وأسأل نفسي سؤالا عن سبب هذا النشر، هذا التسريب الغير مبرر، ونؤكد مجددا أنه لا علاقة لاستقالة الأطباء الشرعيين الثلاثة بهذه القضية، لا من قريب ولا من بعيد، وأن ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص عاري عن الصحة تماما. ورغم حالة التضليل للرأي العام بأخبار كاذبة واختلاق روايات مختلفة لا أساس لها من الصحة بقضية المغدورة إسراء غريب، إلى أننا حافظنا على سرية التحقيقات ولم تتأثر إجراءاتنا القانونية بها، وقمنا بإصدار 3 بيانات صحفية برسالة واحدة مفادها أن إجراءات التحقيق مستمرة، وتعاملنا مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية ووسائل الإعلام كشركاء حريصين على كشف الحقيقة. وعليه ومن خلال البينات والأدلة الثابتة بالملف تم تلاوة الاتهام لـ3 أشخاص، وهم ميم صاد وباء غين وألف غين، بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والمتعارف عليها بجريمة الضرب المفدي للموت، حيث تم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة إليها وتوقيفهم، وسيتم إحالة الملف للمحكمة ليتم محاكمتهم وفق الأصول والقانون بما يضمن محاكمة عادلة. وفي الختام، فإن النيابة العامة وبصفتها حارسة العدالة الجنائية ستبقى الضامنة للحقوق والحريات الأمينة على الحق العام بما يضمن ملاحقة كافة الجرائم ومرتكبيها وفق إجراءات سريعة ومهنية لتقديمهم لمحاكمة عادلة. وألف شكر لكم، وإذا كان هناك أسئلة جاهزون للإجابة، ولكن لا يخفى عليكم سرية التحقيقات التي نحن ملتزمين فيها. شكرا سيادة.